السلام عليكم المتتبعات ديالي، كدرتو لاباس؟ لاباس عليكم، نهاركم مبروك. جاتكم واحد الوصفه كنا كنديروها شحال هادي، راها مزيانه ومزيانه اللي عنده العاده الشهريه كتقطع عليه، كتبقى تقطع عليه نهار اللي كتبغي تجي كتجيه بالوجع وكتجيه قليله. جبت لكم وصفه مجربه ومزيانه، بغيتكم تكثروا من حركه اكسبلور والقليبات وبارطاجيو. ما عندكم غير لاجر وصفات كنديرهم لكم انايا، كنشاركهم معكم اللي مجربين وزوينين. عندنا هنايا القرفه، القرفه عرفتوها راه كتجري هي الدم، راه اللي عنده الدم هكا جاري ما يشربهاش. ها هي القرفه، ها هي باش وريتها لكم، ها هي عواد وهي مطحونه. انت كتشدي معلقه هكايا، ما كتعمريهاش بزاف، غير شويه بحال هكا، كديريها في الكاس ديال الماء طايب وكتحركيها مزيان. المراه العيالات اللي البنات ولا عيالات اللي كتجيهم العاده الشهريه كتجيهم قليله، نهار اللي تعرفوا راسكم هبطات عليكم داك النهار الاول، غادي ديروا القرفه مع الماء السخون وغتحركوها مزيان. حتى كتحركوها هكا حتى كتخلط، ملي كتخلط كتشدوها وكتشربوها هكا على الخوه. غادي تبعوها مده ديال 3 ايام. البنات اللي ما كيعرفوش داك الخود نجل، البنات اللي ما كيعرفوش الخود نجل، اللي ما كيعرفوش داك الخود نجل هذاك حتى هو مزيان مع القرفه، واللي عارفاه ديو طبخوا هذاك بوحدو وتشربوا، واللي ما عارفاش الخود نجل دير القرفه. القرفه كتجري الدم وكتصفي الكروم ديال الوالده. هذه القرفه هذه خصكم تشربوها الصباح قبل الفطور مده ديال 3 ايام، اللي تكون عليكم العاده الشهريه نازله هكا قليله. شربوا لها القرفه وتشوفوا كي غادي تخرطوا من الداخل مزيان. وبغيتكم تبارطاجيوها للناس والناس يستافدوا، ما عندكم غير اجر. وبسلامه عليكم المتتبعات ديالي، راه كنشارك معاكم غير حاجه اللي مجربه ومزيانه باش نتوما تستافدوا. راه ما كنشاركش معاكم الحاجه اللي ما جربتهاش انا وكنقول لا غير خليني نقول لهم لا، اي حاجه جربتها نشاركها معاكم. اللي ما جربتهاش ما خصنيش راه التقليد ديال شي حد نديه. القرفه مزيانه، كنت نديرها لبناتي ملي كيكون فيهم الوجع ديال العاده الشهريه، هي كتنزل لهم العاده الشهريه، كتصفي هي الكرون ديال الوالده ومزيانه. وبغيت نشاركها معاكم. غير مشتي شربيها ماما بالصباح، غير في الصباح، غير قبل الفطور مره، قبل على الريق الصباح قبل الفطور. بحال دابا نهار اللي تعرف البنت هكا اليوم غادي نازله عليها العاده الشهريه وقليله، حقاش بنات اليوم تيكون فيهم البرد، تيجلسوا شي خطره هكا تيجلسوا فين ما جاهم الله، كيجلسوا في الارض وتيشبعوا البرد. ملي كتجيهم العاده الشهريه كتجيهم قليله، كتجيهم قليله ودايره لهم الوجع. شتي بنتي عليك بهاد القرفه، شربيها الصباح قبل الفطور. عندكم الخود نجل طبخوه وشربوه، ما عندكم شاي شربوا القرفه، هي كتنزل ديك العاده الشهريه. وداوموها مده 3 ايام، واللي كتجيها كحله راني شركتها معكم ياد، غديروها مع اكل الجبل او لا ازير. هذيك طبخوه وتشربوه وبسلامه عليكم.